أولا أحيي جميع العائلات اللي احترمت الإجراءات الحربية ضد كورونا وبقوا جالسين في دارهم، وهذه فرصة كذلك ثمينة، لأن من الصعب أن العائلة يمكن لها تجمع كاملة، يعني الوالدين والأبناء في واحد الوقت طويل في المنزل. كنعرفوا باللي كل العائلات او بالخصوص الاطفال كيتشكاو من الغياب ديال الاباء او الاب، او من الصعب عليهم باش كيتجمعوا يعني يوم السبت او يوم الاحد باش يلاه كيدوزوا واحد الساعه او جوج جميع. وهذه فرصه اللي خلاتنا كنجلسوا في ديورنا وكنتجمعوا مع وليداتنا، وهذه فرصة ثمينة لإعادة النظر للنظام العائلي والوحدة العائلية والخدمة والمشاركة داخل المنزل، وأن كل واحد عنده واحد دور معين اللي غادي يلعبه داخل المنزل. وما ننساوش باللي هذه الفرصة كذلك كتسمح لنا باش نطوروا التواصل بيناتنا، يعني مع وليداتنا بين الأزواج. ولهذا كنقترح مجموعة ديال الاقتراحات بالخصوص للآباء كيفاش يتعاملوا ويعتنيوا بالأطفال ديالهم ويغتنموا هذه الفرصة اللي كنقول هي ثمينة، لأن إن شاء الله دابا واحد الشهر أو شهرين غادي تدوز هذه الأزمة وغادي ننتصروا على الكورونا ونرجعوا للحياة العادية ديالنا. ولكن كيخصنا نرجعوا بواحد النظام جديد ونشوفوا أن العائلة واحد ثروة كبيرة بزاف، وأن الجمع ديالها والتواصل بيناتها والوحدة والتضامن داخل المنزل شيء كبير بزاف. إذن أول حاجة اللي كنقترحها على العائلات هو يديروا واحد الاجتماع، يعني الوالدين والأبناء، وياخذوا واحد الساعة ديال المكانة جميع باش يتحاوروا فيها ويديروا فيها واحد النظام جديد للعائلة، يعني واحد اللائحة شنو كيخص المنزل، لأن ما ننساوش أن المنزل هي مؤسسة مستقلة وكتشتغل بالقواعد ديالها. إذا كيمكننا نديروا واحد اللائحة ديال شنو هما المستلزمات ديال المنزل كلهم، شنو كيخص يدار من الصباح حتى الليل في المنزل بأكمله، واللي نجردو ونديروا الجرد ديال ديك اللائحه. ويكون افضل لو نعينوا واحد من الاطفال هو اللي يقوم بالكتابه ديال هذه اللائحه، ومن بعد نخليو الخيار لكل واحد باش يختار اشنو هما الاشغال اللي يفضل يديرها، وهكا كل واحد كيقوم بواحد العمل معين. ويكون افضل ان هذا الاجتماع يكون يومي باش نشوف كيفاش دوزنا النهار ديالنا وكيفاش يمكن نطوروا القدرات ديالنا ونحسنوا العلاقه ديالنا ونحسنوا الخدمه بيناتنا، لان المنزل هو في الواقع هو مجتمع صغير. اذا الى تعلمنا كيفاش نتواصلوا في داخل المنزل بيناتنا كاعضاء ديال العائله، وتعلمنا كيفاش كل واحد كيخدم الاخر داخل العائله، هكا كنعطيو واحد الرساله قويه للاطفال ديالنا كيفاش يمكن لهم هما من بعد يخدموا المجتمع في المستقبل. نزيدوا على هذه اللائحه مثلا هو مثلا في الصباح ملي فيقوا الدراري والوالدين حتى هما، نديروا كانه هو يوم شغل، يعني ما نبقاوش بالبيجامات ديالنا ولكن لبسوا حوايجنا، كان الاطفال غادي يمشيوا للمدرسه وكان الاباء غادي يمشيوا للشغل ديالهم، وناخذوا الفطور الصباح جميع، ومن بعد نشوفوا ديك النظام او ذاك البرنامج اللي حطيناه يعني في الليلة السابقة اللي فيه مثلا المدرسة، يعني نخصو واحد الوقت ديال المدرسة ونحسوا الأطفال بالدور ديالهم والمسؤولية ديالهم في التعليم، ومن بعد نقدروا نفكروا مثلا أنه هو كيفاش نطبخوا جميع كل شيء، افراد العائله يدخلوا الكوزينه وكل واحد يقوم بواحد العمل خاص،
والاطفال كنعرفوا بلي كتعجبهم بزاف الكوزينه، وكيم كنا مثلا نصاوبوا حلوه في العشيه نصاوبوها جميع كمال كاملين، ونقروا مثلا وقت خاص اللي غادي تكون فيه التلفزه ويكونوا فيه الويفي بصفه عامه، ماشي النهار كله، باش نفرغوا الوقت ديالنا للحوار وللشغل كاننا رحنا خرجنا نخدموا على برا ودخلنا للدار. نزيدوا او نضيفوا على هذا، وهذه حاجه مهمه، هو ملي يكونوا يعني التلفزه مطفيه وليزيكرون كلهم مطفيين وما كاينش الويفي، نخصو واحد الساعه فين الوالدين مع الاطفال ديالهم نهضروا على التاريخ ديال العائله. من المهم ان الوالدين مثلا يعطيو فرصه لولادهم باش يعرفوا كيفاش تلاقاو، كيفاش تزوجوا، كيفاش قروا ينجبوا الاطفال. كتكون فرصه كذلك باش الوالدين يهضروا على الجدود ديالهم، لان الاطفال ديالهم الاغلبيه ما كيعرفوش الجدود ديال الوالدين ديالهم، كيفاش كانت علاقه الجدود ديالهم مع الوالدين ديالهم هما، كيفاش تزوجوا الوالدين ديالهم، يعني الجدود ديال الاطفال كيفاش تعرفوا، كيفاش كانت الحياه ديالهم، كيفاش كانت منظمه الحياه ديالهم، كيفاش كانت كتسير. كذلك كيمكننا نخصوا واحد الوقت اللي نخرجوا فيه مثلا التصاور العائليه، ونبقاو نوريو الاطفال ديالنا هذا عمك هذا جدك هذه عمتك هذه خالتك، وكذلك نشوفوا الصور ديالنا حنا ديال الاطفال ديالنا ملي يلاه تزادوا ملي كانوا كيرضعوا، ونعاودوا القصص اللي كتجي الذكريات. فهاد الوقت هذا وحنا مجموعين وكنهضروا يعني كنطوروا القدره ديال التواصل بيننا وبين الاطفال ديالنا، وكنطوروا الوحده العائليه والتضامن العائلي، وهذه حاجه اللي هي مهمه. كيمكننا كذلك ناخذوا واحد الوقت معين او في كل واحد او كل عضو من العائله، فرد من العائله هو حر يدير فيه اللي بغى، يجلس بوحده يخمم يفكر يبدع يرسم يشوف التلفزه يشوف الانترنت ما كيهمش. كذلك في هذا يعني في هذا البرنامج اليومي يمكننا نهضروا على التطور ديال المرض ديال كورونا، نحاولوا نكلفوا كل طفل يجيب لنا معلومات جديده على هذا المرض وعلى الوقايه ديالو، باش نحسوا بداك الحس للانتماء للمجتمع، ونفكروا كيفاش يمكننا نساعدوا الاخرين من بعد. كيمكن لنا كذلك ناخذوا واحد الوقت اللي نلعبوا فيه العاب بسيطه، بحال مثلا حابه، بحال تخبع قلب عليا نقلب عليك، وهذا الشيء كلشي يشارك فيه يعني الوالدين والاطفال، وهذه فرصه عاوتاني اللي هي مزيانه اللي يمكن لنا نتقربوا من المراهقين ديالنا، لان غالب الاحيان المراهقين كيهربوا ما كيبقاوش يجمعوا مع الوالدين بزاف، وما كنعرفوش شنو وقع في الحياه ديالهم. اذا هذه فرصه اللي مثلا الاب بالخصوص اللي كيكون دائما غائب من المنزل، انه هو مثلا يمشي ويجلس مع بنته المراهقه او مع ولده المراهق، هي يجلس معاه ما كاين لا شتا يهضر معاه، هي الحضور ديالو فيه يعني رسائل كثيره. وكيمكن لنا نهضروا على الدراسه، كيمكن لنا نهضروا على بزاف ديال الحوايج، كيفاش كيعيش حياته، كيفاش كيشوف هذا الوباء ديال كورونا، ومن يعني من كلمه لكلمه كندخلوا بعض المرات في واحد الاحاديث اللي هي جاده، وهذه حاجه مهمه اللي خص المجتمع العائله تخصصها، انهم غادي يقولوا غادي ناخذوا واحد الوقت ديال المشاوره في المواضيع الجاده. مثلا علاش ما كيخصناش نكذبوا، مثلا علاش ما كيخصناش نديروا النميمه، او مثلا علاش كيخصنا نساعدوا الاخرين، او مثلا كيفاش يمكن لنا نساعدوا في التحسين وفي تغيير المجتمع. وهذه مواضيع اللي هي جاده كثيرا، واللي انا كنوعد الاباء انهم غادي يتبهضوا ملي يسمعوا الاطفال ديالهم يعطيوا الاراء ديالهم، يعني واحد المشاوره اللي كتكون فيها واحد الحريه ديال التعبير، ولاننا في الواقع خصنا نعرفوا باللي راه الحياه اليوميه ديالنا
ما كيكونش فيها حوار، كيكونوا فيها هي الأوامر، دير هدي ما ديرش هدي، أجي سير إلى آخره. ولكن يعني حوار كحوار أو مشاورة كمشاورة راه ما كتكونش. إلا بغينا نشوفوا الحياة اليومية ديالنا شحال ديال الوقت كنقضيو مع الأطفال ديالنا وبالأزواج ديالنا، وكيفاش كنجلسوا، شحال الوقت كنعطيو لراسنا باش بالفعل كنكونوا كنتحدثوا وكنتواصلوا وكنفكروا كنناقشوا أي موضوع، ما غنصيبوش حتى دقيقة أو جوج أو خمسة إلا كترنا في الشهر كله، مع الأسف، لأنه هو كل واحد عنده مشاغل خاصة به وما كنتواصلوش. هذه فرصة ثمينة باش نرجعوا نربطوا ديك العلاقات بين الأطفال وبين الآباء، ونخلقوا يعني واحد الوقت ديال المشاورة ديال التواصل ديال اللعب. نضيف كذلك أن هذه الفرصة هي ثمينة بالنسبة للأزواج، لان الازواج حتى هما براسهم راهم ما عندهمش الوقت وما كياخذوش الوقت اللي كيخصهم باش يهضروا بيناتهم هما بجوج كيف قبل ما يتزوجوا، ملي كانوا يمكن هم صاحبين او ملي كانوا مخطوبين او قبل ما يولدوا كان واحد التواصل قوي بين الرجل والمراه، ولكن بعد ملي كنولدوا يعني النظام العائلي كله كيتغير وما كيبقاش داك التواصل، وكنشوفوا ديك الوحده العائليه كتذوب وكتمشي. هذه فرصه باش نردوا ديك الوحده العائليه، هذه فرصه باش الازواج ياخذوا واحد الوقت في داك الوقت اللي يكون مخصص مثلا في البرنامج ديال وقت حر لكل واحد، اللي الكوبل يمكن له يجلس ويهضر على 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 العلاقه ديالهم هما بجوج وشنو يمكن لهم يديروا في المستقبل، لان هذه الازمه كتعلمنا باللي الحياه في الواقع ما كنضمنوا فيها حتى شي حاجه، حتى شي واحد ما كان كيتصور ان هذه الازمه غادي توقع لنا واننا غادي نعيشوا هذا الشيء اللي كنعيشوه اليوم. اذا بنفس الشكل ما نعرفوش غدا شنو كيحضر لنا، او من دابا شهر او من دابا عام، اذا يجب ان نعيش الحاضر ونستغل هذه الفرصة باش نرجعوا نربطوا العلاقات ديالنا العائلية بصفة عامة، وما نساوش انه هو يعني في هذه المدة هذه اللي احنا جالسين في الديور ديالنا نفكروا في العائلة ديالنا، يعني جدود العمات الخالات الاخوال، واللي يمكن نحطوا واحد البرنامج ديال اتصال هاتفي يومي مع كل فرد، ونفكروا في المستقبل كيفاش يمكن لنا نرجعوا لواحد العلاقات عائلية إنسانية يعني تسودها يعني المحبة والطيبوبة والوحدة بالخصوص، لأننا في الواقع كلنا يعني عائلة واحدة، وكنشوف أن العالم بأكمله أصبح قرية واحدة وطن واحد، وكلنا نعاني من نفس المشاكل، من اللي كنفرحوا كنفرحوا جميع، ومن اللي كنتقاسوا كنتقاسوا جميع. وهذه المسألة اللي خص الأطفال ديالنا يحسوا بالمسؤولية ديالهم يعني في المستقبل بالنسبة للمجتمع، ومن دابا نبديو ننميو فيهم هذا الحس للانتماء للمجتمع وكيفاش يمكن لهم يخدموا المجتمع والإنسانية.